تموج أسعار السمك في الارتفاع، فهي في مقدمة الأطباق المفضلة لدى أغلب الكويتيين. سوق السمك، والذي يشكل حالة مزاجية تتأثر بعدة عوامل من ناحية الأسعار على مدار العام. بيدي راني 8.5 ماشي، كويتي 10-11، هذا البالول 5 الإيراني والكويتي 8. بالنسبة حق أسعار السمك، أسعار خيالية خيالية الذهب نقول عنه أرخص. الحرايق هاو قدامكم، الحرايق الحين بعد شوي يبلش، وحنا صراحة يعني نتمنى أن تكون الأسعار يعني مو نار. شنو سلة المي 80؟ متى صارت سلة المي 80؟ 30 و25 ممكن. عاد اليوم متوقعين، اليوم نتوقع أنه يكون السعر مناسب. بورصة السمك بالكويت بلا أدنى شك متقلبة الأسعار، لا تنفك بين صعود وهبوط، متأثرة بعدة عوامل أهمها وقف أنواع معينة من الأسماك لفترة من العام، وسفر الصيادين الوافدين، وارتفاع درجات الحرارة، وغيرها من العوامل. السمك ما جيت الحين، بس يقول أسعارها زينة ما عدا الميد. الميد يقول الكمية قليلة ومانعين الصيد، هاي مرتفع السعر. اما الربيان ما شاء الله اليوم الربيان زين. اسعار السمك والله زينه حاليا، لان في وفر بالسمك موجود، اسعار زينه، بس ساعات اصحاب الباصات هم اللي يزيدون الاسعار شويه. اسعار السمك صراحه غاليه، غاليه كثير كثير، يعني اذا كان الميد 3.5 كيلو غاليه، يعني زبيدي غالي، وين اغلى منها؟ وين 7-8 كل سمك غالي نار. حظر صيد الأسماك والذي يساهم هو الآخر في رفع أسعاره، فمنع صيد الزبيدي بدأ من أول يونيو ويستمر حتى منتصف يوليو، والميد يتوقف سنويا من أول شهر ديسمبر لغاية نهاية يونيو، وكذلك الروبيان الذي يتوقف صيده من منتصف ديسمبر حتى أول أغسطس.